بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء، معاكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة. بنرحب بكم النهاردة في المحاضرة التعريفية لشركة دوبلي العالمية. النهاردة يا جماعة في ناس كتير من اللي بيحضروا معانا لأول مرة، في أشخاص دعوكم قالوا لكم تعالوا خشوا احضروا اسمعوا عن شركة دوبلي وإيه هو شركة دوبلي والكلام اللي في شركة دوبلي بتوفر لنا شغل، فرصة شغل كويسة والحاجات دي كلها. الناس داخلة النهاردة يا جماعة عشان تسمع عن شركة دوبلي، في الحقيقة أنتوا داخلين تسمعوا عن فرصة حقيقية لتوفر لنا فعلا مستقبل كويس. فرصة إن هي بإذن الله هتغير حياة كل واحد فينا، لأن أنتوا شايفين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الدنيا كلها الوضع الاقتصادي وبقت الناس مزنوقة والدنيا مخنوقة في كل حاجة، المصاريف بقت صعبة جدا، الغلاء كبر جدا في كل مكان. الحاجة الوحيدة اللي ما عليتش في ظل زيادة الأسعار اللي حوالينا اللي هو مرتباتنا، احنا معظمنا موظفين، أنا موظف هنا في مصنع، كتير من حضراتكم موظفين، ففعلا الحاجة الوحيدة اللي ما زادتش هي مرتباتنا. دلوقتي اللي حاصل ان قيمة مرتباتنا او قيمة الفلوس اللي احنا بنقبضها قلت لان كل حاجة حوالينا زادت. فالناس دلوقتي اتجهت لحاجتين اساسيتين، اول حاجة ازاي نوفر من احتياجاتنا، من مصاريفنا، ازاي نقلل مصاريفنا. الشركات كلها بقت اتجهت لحاجة اسمها الكوست سيفنج، توفير النفقات. والنقطة التانية بقى كل واحد بيدور انه ازاي يبقى عنده مصدر دخل اضافي يساعده في مصاريف الحياة، لأنك لو اعتمدت على مصدر دخل واحد مش هتقدر تعيش حياتك بطريقة مناسبة، لأن مفيش ضمانات، مفيش أي حاجة يضمن لك إن مصدر الدخل بتاعك ده هيفضل مستمر. وده اللي النهاردة وفرته لنا شركة دوبلي، عشان كده بنقول فعلا فرصة حقيقية لمستقبل أفضل بإذن الله. شركة دوبلي يا جماعة لما بدأت اشتغلت اعتمدت على حقائق في الحياة ما بتتغيرش. رقم واحد، وده احسن حاجة لما تعتمد على حاجة ما بتتغيرش ثواب، رقم واحد ان العالم كله مش هيتوقف عن شراء وتسوق. طبعا حقيقة كل يوم الناس بتشتري حاجات ليها لبيوتها لشغلها، فالناس كلها مش هتتوقف عن شراء وتسوق. رقم اتنين، ان المستقبل للتسوق الالكتروني او التسوق عبر النت هو مش المستقبل، هو الوضع الحالي. الناس كلها اتجهت انها تتسوق من خلال النت، ليه؟ عايزين نوفر التسوق. المحلات اللي موجوده على النت ارخص من المحلات اللي موجوده بره، لان المحلات اللي موجوده اللي في المولات ما عندهاش التكلفه بتاعت ايجار، المحلات اللي موجوده في النت ما عندهاش التكلفه بتاعت ايجار محل، مرتبات موظفين، ضرائب، ميه، كهرباء، الحاجات دي كلها. المحلات اللي موجوده على النت اسرع، في خلال 10 دقائق ربع ساعه تقدر تلف العالم كله وتختار الحاجه اللي انت عايزها وتجيبها من الموقع الاصلي ويجي لك لغايه باب بيتك. فانت وفرت فلوسك ووفرت وقتك ووفرت مجهودك. رقم ثلاثة، التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني كل يوم في نمو كبير وسريع، وتقدروا تلاحظوا كده من وسائل التواصل الاجتماعي بتاعكم، الفيسبوك، تويتر، انستجرام، أي حاجة أنتم مشتركين فيها، كم إعلان بيجي لكم يوميا من ماركات عالمية وشركات بتعرض بضايعها عشان الناس تستخدمها والناس تشتري، لأن التجارة الإلكترونية بقت هي الحياة وهو العصر كله شغال في التجارة الإلكترونية. واللي يثبت الكلام ده الإحصائية اللي قدامنا ده من موقع اسمه إي ماركتر، متخصص في الإحصائية الاقتصادية، الإحصائيات الاقتصادية. جمعوا حجم إنفاق الناس على التجارة الإلكترونية من سنة 2013 لغاية بإذن الله 2018. لقينا في 2013 إن الناس صرفت 1200 مليار دولار في التجارة الإلكترونية والشوبينج اونلاين في جميع انحاء العالم. 1200 مليار كل سنه بتزيد الارقام قدامكم اهو. هنوصل في 2017 وزي ما قلنا الناس بتوفر ومش عايزه تصرف، بس الناس مش هتبطل تشتري احتياجاتها، هنوصل ل 2300 مليار. بيثبت الرقم ده انه بيكبر ليه؟ ان الناس كلها متجهه للتجاره الالكترونيه، التسوق عبر النت. و2018 هنوصل ل 3000 مليار، 3 تريليون دولار، بنتكلم في التريليون. ارقام قدامكم بتمثل ميزانيات دول عظمى، بس كل الارقام دي جايه مننا احنا، من مساهمتنا في التجاره الالكترونيه. يعني كل واحد فينا ليه نصيب وليه حصه هنا. فلو انا بسالكم سؤال، هل
كل واحد فيكم ما نفسوش ياخد نسبة بسيطة من التريليون ده، واحد على مليون من التريليون هيخلينا مليونيرات. النهاردة بإذن الله هنقدر إزاي؟ عن طريق شركة دوبلي اللي هي أكبر بوابة تسوق إلكترونية في العالم مع مبدأ الكاش باك أو الاسترداد النقدي. كل الناس دلوقتي بدأت بتسمع عن الكاش باك. الكاش باك كاش باك بقى وسيلة جذب عالمية للمتسوقين، حتى البنوك بقت بتجذب الناس استخدم الكريدت كارد بتاع البنك بتاعي وخد 10% كاش باك، 5% كاش باك. يعني ايه كاش باك؟ يعني حاجة انا رايح اشتريها ب 10 درهم بيرجع لي منها 2 درهم. المحلات في المولات بقت بتعتمد كده، خش اشتري بقيمة 500 درهم وخد 50 درهم فاوتشر، 50 درهم كاش باك. فالكاش باك بقى اسلوب جذب عالمي، ودوبلي عملت الموضوع ده على كل التسوق على الاونلاين على النت. ازاي الكاش باك بتاع دوبلي بيشتغل؟ فلنفرض انا هو متسوق طول عمري بشتري حاجاتي من على النت، بحجز تذاكر سفري، طيراني، فنادق، بشتري برفانات، بشتري كل حاجه. انا هروح مثلا احجز تذكره طيران على مصر على موقع على شركه طيران الاتحاد من ابو ظبي للقاهره، تمام؟ طول عمري انا بسافر على الاتحاد، يعني انا ما غيرتش حاجه جديده من اللي انا بعمله، فانا هروح احجز على طيران الاتحاد. وبما ان طيران الاتحاد من ضمن المحلات المسجله تحت شركه دوبلي في جميع انحاء العالم، فانا لما بحجز على طيران الاتحاد من خلال شركه دوبلي، طيران الاتحاد بيدي عموله لدوبلي. ليه؟ لان دوبلي متفقه مع طيران الاتحاد، عاملين اتفاقيه ان دوبلي تجيب لها متسوقين في جميع انحاء العالم تزود ارباح ومبيعات طيران الاتحاد. دوبلي بتعمل دعايه لطيران الاتحاد في جميع انحاء العالم من خلال موقع دوبلي اللي مسجل فيه اكتر من 350 مليون متسوق في جميع انحاء العالم. فاللي ما كانش يعرف طيران الاتحاد هيعرفه ويبدا يتسوق ويشتري من طيران الاتحاد. فكل ما احنا نشتري من طيران الاتحاد، طيران الاتحاد يدي عموله لدوبلي. لو ما اشتريناش من طيران الاتحاد من خلال دوبلي ما بيدفعش لدوبلي. حلو، بس الاول لازم نروح من خلال دوبلي، فكده طيران الاتحاد مش خسران حاجه. حلو، العموله بقى اللي بياخدها طيران، بياخدها دوبلي من طيران الاتحاد بيعمل فيها ايه؟ اول حاجه واول واكبر قسم بيرجعها تاني ليا انا كمتسوق في صوره كاش باك. يعني انا اشتريت تذكره طيران من طيران الاتحاد بس من بره دوبلي، خدت الاميال بتاعتي وخدت كل حاجه وخدت احسن سعر وخلاص. لكن انا رحت الاول عند دوبلي ودوبلي ودتني عند طيران الاتحاد، خدت الاميال بتاعتي وخدت احسن سعر وخدت كمان كاش باك. فانا كده تلقائيا كل مره هروح من خلال دوبلي لطيران الاتحاد، لاني ما بشتريش حاجه من دوبلي، دوبلي بيوديني للموقع الاصلي وبيديني كاش باك، فانا هوفر اكتر. الجزء الثاني من العموله بيرجع لاعضاء شركه دوبلي اللي هو زي انا وزي كل الناس اللي حاضره معانا النهارده باذن الله. هدفنا الرئيسي نكبر عدد المتسوقين اللي بيتسوقوا من خلال شركة دوبلي في جميع أنحاء العالم، ودوبلي بتدينا بونص وحوافز هنتكلم عليها في الدرس دلوقتي. والجزء الثالث بيرجع أرباح لشركة دوبلي. إيه هي شركة دوبلي؟ شركة دوبلي شركة أمريكية اتأسست سنة 2003، ليها المقر الرئيسي في فلوريدا في أمريكا، ليها 7 مكاتب إقليمية في اليابان، سنغافورة، الهند، دبي، ألمانيا، أمريكا، البرازيل، ولينا وكلاء محليين في الإمارات، في السعودية، في المغرب، في السودان، في البحرين، في باكستان، في قريبا في الجزائر، في السودان، في السعودية، في اليابان، بنكبر في كل مكان في العالم. دوبلي شركة مسجلة تحت شركة اسمها أومنتو، الشركة الأم بتاعت دوبلي، تحت منها 6 شركات الشركة أومنتو، دوبلي دوت كوم بتاع المتسوقين والكاش باك اللي احنا بنتسوق منهم، دوبلي نتورك الشركة اللي بتساعدك انك تكبر الفريق بتاعك وتكبر متسوقينك في جميع أنحاء العالم، البي اس بي ريوردز شركة اسمها البي اس بي ريوردز، شركة اسمها البي اس بي ريوردز اللي هي متخصصة انها تجيب تعمل اتفاقيات مع شركات كبيرة في العالم وتخش كشركاء من دوبلي، شركة اسمها فان المتخصصين ان هم يروحوا يجي يتفقوا مع جماعة لو سمحتوا احنا اتفقنا الاسئلة في الاخر، احنا بنعمل محاضرة تعريفية للشركة كلها بنشرح البيزنس بتاعنا، واللي عنده اي سؤال في اخر المحاضرة
هيفهم دلوقتي هو في اخر المحاضره ازاي يقدر يبدا معانا. فاحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بنبدا في المحاضره. اوكي، فان شاء الله اصبروا معانا لغايه نهايه المحاضره وانتوا هتفهموا الموضوع كله باذن الله. شركه فان، الشركه اللي بتروح تتفق مع المحلات تدخلها عند دوبلي، طيران الاتحاد، طيران الامارات، بوكينج دوت كوم، ايا كان، عشان ناخد كاش باك. ودول الاربع شركات مملوكين بالكامل لاومنتوم. شركه لاني بيكسل، واحده من اكبر الشركات اللي بتعمل افلام انيميشن في العالم، ودوبلي تمتلك 40% من لاني بيكسل. شركه كوان سيستم، واحده من اكبر الشركات اللي هي شركات الاي تي في العالم، ودوبلي تمتلك 20% منها. يوم 21 مارس 2017 كان دخول دوبلي لايف او دخول اومنتو لايف في الناسداك، البورصه الامريكيه، اكبر سوق مال في العالم، مسجل فيه حوالي 2600 شركه بس، فيسبوك، مايكروسوفت، ابل، سامسونج، ياهو، جوجل، واومنتو شركه مسجله في الناسداك. نقدر اي واحد يروح يتسوق ويشتري اسهم او ام ان تي، ده الرمز بتاع اومنتو في الناسداك، تقدروا تخشوا عليه وتشتروا الاسهم اللي انتوا عايزينها. مين هم الناس اللي ورا شركه دوبلي؟ دول اعضاء مجلس الاداره، مستر مايكل هانسون مؤسس شركه دوبلي والسي او بتاع اومنتو، ده راجل مليونير، ملياردير اسف، عنده خبره اكتر من 20 سنه في مجال شبكات التسويق والمبيعات والماركتنج والسيلز. ولما جه فكر في دوبلي قال انا عايز اعمل حاجه تساعد الناس ان هي توفر فلوس من اسلوب حياتها اليومي، من اللي هم بيعملوه كل يوم. بيعملوا ايه؟ بنعمل شوبينج، بنتسوق، هنخليكم توفروا فلوس من مشترياتكم الاونلاين، وكمان هنديكم الفرصه انكم تعملوا فلوس من مشتريات الناس اللي حواليكم. وعشان دوبلي ما عندهاش منتج تبيعه للناس، عندها خدمه تقدمها في جميع انحاء العالم، مستر مايكل هانسون جاب معاه ناس كانوا شغالين في اكبر شركات في العالم وحتى عندهم خبره اكتر منه، عشان يعملوا قاعده قويه لشركه دوبلي. ناس كانت شغاله في شركه طيران الامارات، كوكاكولا، ديزني، شغالين في اكبر شركات في العالم، يعملوا قاعده قويه لشركه دوبلي. والكلام ده تقدروا تلاقوه على اليوتيوب، على جوجل، خشوا اعملوا بحث عن دوبلي اومنتو مستر مايكل هانسون، هتلاقوا برامج حواريه كتيره ومقابلات تلفزيونيه اتعملت مع مستر مايكل هانسون بيتكلم فيها عن دوبلي وعن الطفره اللي عملتها دوبلي في مجال التسوق اونلاين، لان دوبلي مش البوابه الوحيده اللي الناس بتتسوق من خلالها، لكن دوبلي البوابه الوحيده اللي بتدينا كاش باك عالمي في جميع انحاء العالم. ايه مميزات التسوق من خلال شركه دوبلي؟ اوكي، ده الموقع قدامنا، بسيط جدا وسهل، وان شاء الله في نهايه المحاضره لو في وقت نوريه لكم، او تقدروا ترجعوا للشخص اللي عزمكم تشوفوا الموقع. عندنا اكتر من 12,000 متجر وماركه وشركه عالميه مسجلين تحت شركه دوبلي. الكاش باك اللي معانا بيوصل لحوالي 30% لغايه 30% من المواقع. عندنا جوه المواقع دي اكتر من مليار منتج نقدر نختار اللي احنا عايزينه، وشايفين ده جزء من اللي موجود عندنا في دوبلي. شايفين قدامكم اكبر شركات في العالم، الاتحاد، الامارات، جوميا جروب، النمشي، مودينيزا، امازون، اجودا، ميسيز، مايكروسوفت، نايكي، بوما، اديداس، كل ما تتخيلوه، كل اللي انتوا بتعملوه في حياتكم تتسوقوا منه موجود باذن الله عندنا في شركه دوبلي. وكمان دوبلي جابت الماركات العالميه، البراندز، الماركات المشهوره، المحلات اللي احنا بنخاف نخش ندخل لها في المولات عشان غاليه، دوبلي جابتها لنا وحطتها لنا موجوده عندنا في دوبلي عشان نتسوق وناخد كاش باك. وكل محل من المحلات دي يا جماعه بيرجع نسبه كاش باك على حسب الاتفاق اللي تم بينه وما بين دوبلي. فخلي بالك من نقطه، ان احنا داخلين نشتري اللي احنا عايزينه من المحل اللي احنا عايزينه، فايا كان الكاش باك اللي بيرجع لك، سواء 1% سواء 30%، انت كده بتوفر من مشتريات. جميل، جميل جدا. ازاي بيرجع لنا او الكاش باك؟ بمنتهى البساطه، الشخص اللي عزمك النهارده بيديك اللينك بتاعه انك تسجل كمتسوق تحت منه، بتروح تعمل حساب على دوبلي، تختار المحل اللي انت عايز تشتري منه الحاجه اللي انت عايزها، تروح تعمل الاوردر بتاعك ويرجع لك كاش باك. ناخد مثال، ده الموقع بتاع دوبلي،
10 لغات، عربي، انجليزي، فرنساوي، الماني، ياباني، 10 لغات. عاملين جزء تسوق حسب الفئة تسهيلا للناس عشان نقدر نطلع كل الفئات اللي الموقع فيه. هدور مثلا على الرحلات الجوية واسعار التذاكر، عايز اسافر، طلع لي الشركات المسجلة في الشركات اللي هو شركات الطيران، هروح اختار طيران الامارات، هدوس عليه يقول لي انت على وشك ربح استردادات نقدية، تفضل بزيارة emirates.com. دوست عليها وداني الموقع الاصلي لطيران الامارات. كده مهمة دوبلي خلصت، خدني من ايدي وداني لطيران الامارات. خش بقى يا محمد اشتري، عندك الاميال بتاعتك، عندك بونص، عندك مكافآت، والمبلغ الاخير اللي انت هتدفعه هتاخد عليه كاش باك. يبقى انا كده ما بشتريش حاجه من دوبلي، دوبلي بتوديني للمواقع الاصليه. بيرجع لي فين الكاش باك؟ ادي حسابي في دوبلي، هنا لوحه التحكم بتاعتي، وادي بيكون اسمي هنا، ده يا جماعه الحساب الشخصي بتاعي انا في دوبلي. $217 كاش باك متوفرين، $18 معلقين، واقدر اختار طريقه الدفع ازاي احصل على الفلوس. جميل، جميل جدا. طيب احنا النهارده عندنا ايه؟ عندنا في دوبلي لما كنا بنتكلم في الاول عندنا فرصتين، ازاي نوفر فلوس وازاي نعمل فلوس. عايزين اي فرصه فيهم؟ نوفر فلوس ولا نعمل فلوس؟ طبعا كل الناس هتقول احنا عايزين الاثنين، عايزين نوفر فلوس وعايزين نعمل فلوس. نتكلم على الجزء اللي الناس كلها بتحبه اللي هو جزء التوفير، نوفر من مشترياتنا احنا. النهارده احنا نوعين، عندنا نوعين من المتسوقين في دوبلي. لما بوفر بوفر من مشترياتي انا، عندي متسوق ذكي وعندي متسوق اذكى. المتسوق الذكي ده اللي هو تيجي تقول له يلا تعال اشترك معايا في دوبلي وادفع اشتراك، يقول لك انا ما بدفعش اشتراك، انا اي حاجه باخدها ببلاش في الدنيا دي، لكن بالدفع ما بدفعش. فراح دوبلي قالت له حاضر من عينينا، عندك حساب مجاني بتخش تتسوق مجانا، تسجل حساب على دوبلي مجانا وتروح تشتري اللي انت عايزه وتاخد كاش باك من جميع انحاء العالم. شفتوا اي شركه بتدي كاش باك مجانا؟ مش هتلاقي. انت اشتركت مجاني وبتاخد فلوس؟ مش هتلاقي، بس دوبلي بتدينا. بس المتسوق الاذكى اللي هو بقى عايز يوفر اكتر وبيشتري اكتر، فقال لك انا عايز حاجه تديني فلوس اكتر، كاش باك اكتر. فدوبلي قالت له احنا عملنا لك حساب مخصوص اسمه الفي اي بي. ايه بقى الفي اي بي ده؟ ده عضويه سنويه بقيمه $99 في السنه، يعني حوالي 360 درهم في السنه، يعني درهم في اليوم. ايه مميزاتها؟ ما انا عندي عضويه مجانيه، ايه اللي بيخليني اروح ادفع؟ ليه عندنا كذا مميزات. اول ميزه اني باخد 2% كاش باك زياده فوق المجاني. يعني انا لو رايح احجز على تذكره طيران الامارات وطيران الامارات بيديني 1%، تمام، او بيديني رايح احجز على بوكينج او اي موقع وبيديني 5%، الكاش باك هاخده لو انا في اي بي هيديني 7%. جميل. الفايده الثانيه الكبيره ان انا كشخص في اي بي دوبلي بتعاملني كفي اي بي، فدوبلي بتطلع لي دوبلي ماستر كارد، ماستر كارد طالع من عند دوبلي، اقدر احول عليه الفلوس بتاعتي الكاش باك على الكارت ده، واقدر اسحبه من اي مكنه في العالم عليها علامه الماستر كارد. وده الحلو في دوبلي، ان الكاش باك اللي انت بتاخده بتاخده فلوس وبس، مش اميال، مش نقط، مش فوتشرات، مش حاجه ما انت شايفها. وحاليا دوبلي بتغير الماستر كارد، بتعمل دوبلي فيزا كارد عشان اوسع انتشارا في جميع انحاء العالم. طيب هو ده بس المميزات بتاعت الفي اي بي؟ لا، ده احنا لسه بنقول يا هادي، بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا صاله الفي اي بي، عندنا حاجات وتخفيضات حصريه للاعضاء الفي اي بي بس. عندنا يا جماعه محرك بحث اسمه سفريات دوبلي، ده محرك بحث فنادق في جميع انحاء العالم، بيديك تخفيضات بتوصل لغايه 60% على سعر الفندق، بالاضافه ل 6% كاش باك. ازاي؟ شايفين؟ انا كنت عامل بحث اهو في دبي يوم 18/8 تشيك ان، 19/8 تشيك اوت الاسبوع اللي فات. فندق ميدان، فندق 5 نجوم في دبي، سعر الغرفه العاديه 448، سعر دوبلي للاعضاء الفي اي بي 268.
يعني انت وفرت 180 درهم في الليله. يعني انت لو حاجز ليلتين جبت حق العضويه دي في ترانزاكشن واحد، في عمليه شراء واحد، وعندك سنه كامله تقدر تستمتع بكل التخفيضات والكاش باك ده، بالاضافه ل 6% كاش باك. شايفين النسب؟ 40%، 39%، 35%. هنا الليله كانت ب 1400 نزلت ل 900. فقد ايه توفير انت ممكن تعمله. عندك كمان قسائم طيران، فاوتشرات على خطوط الطيران، بتشتري فاوتشر بتاخد 10% على تخفيض على الفاوتشر. يعني انت تذكره الطيران عندك ب 800 دولار، هتروح تشتري فاوتشر ب 500 دولار من عند دوبلي بتاخده ب 450، بس لما تيجي تفعله في الحجز بتفعله ب 500، وال 300 التانيين بتدفعهم انت كاش. عندنا عروض للناس اللي موجوده بس في امريكا وكندا، بنفتح العروض دي، بنشتري الدخول للعروض دي بقيمه 20 دولار في السنه، بيدينا حوالي تخفيضات على الدايننج واماكن الاكل بتوصل ل 100 دولار تخفيضات، بالاضافه لحوالي كمان 300 دولار تخفيضات على محلات الشوبينج بتسوق منها. عندي كمان حاجتين جمال جدا، عندي كتاب الانترتينر، اللي يعرف كتاب الانترتينر اشتري واحد خد واحد مجانا. الكتاب ده بقدر اشتريه، كل ده للفي اي بي، ب 20 دولار او ب 40 دولار. 40 دولار بيديني 1440 كوبون في جميع انحاء العالم اللي هو فيها الانترتينر، في كل البلاد اللي فيها الانترتينر. عندي كمان باقات الانشطه ومدن الملاهي، موقع اسمه تريب اكس او اكس او، بتروح تشتري بقيمه 10 دولار الاكسس او الدخول على الموقع ده لمده سنه، بيديك تخفيضات يوصل لغايه 30% على سعر ايه دخول كل بقى الانشطه الترفيهيه، برج خليفه، اكوا فينشر، ديزني لاند، ليجو لاند، في جميع انحاء العالم. جميل، كل ده شفتوا قد ايه مميزات للفي اي بي، وكل ده بكام؟ ب 99 دولار في السنه، اللي هو احنا بنروح نصرفها في الويك اند لو خارجين مع اولادنا ولا خارجين نتفسح. وكمان انت سواء متسوق فري او في اي بي، دوبلي بتخليك تقدر ترشح اصدقائك يخشوا كمتسوقين، وبتاخد 10 دولار على كل ترشيح لصديق. ودوبلي عامله عرض كمان جميل جدا، احنا كمتسوقين دوبلي بتقول لنا ان كل شهر يا جماعه لما نعمل كاش باك 15 دولار دوبلي بتدينا 10 دولار بونص من عند دوبلي. يعني 15 اشتريت كام حاجه رجع لي 15 دولار كاش باك، 20 دولار كاش باك، دوبلي تروح مدياني كمان 10 دولار بونص. شايفين قد ايه التوفير مع دوبلي رائع وجميل، وبيوفر لك من كل اللي انت عايزه في جميع انحاء العالم. طيب ناخد فلوس الكاش باك ازاي؟ احنا حاليا عالميا بنقدر نحول الفلوس على حسابنا في الباي بال، كل واحد يقدر يبدأ، دي محفظه الكترونيه والناس بتستخدمها كتير في المشتريات، وباذن الله لغايه لما ينزل دوبلي فيزا كارد هنقدر ننزل نحول عليه الكاش باك بتاعنا. امريكا والهند فيهم برضو شبكات تحويل نقدر نستخدمهم ان احنا نحصل على الكاش باك بتاعنا. ده جزء التوفير، ايه رايكم فيه؟ جزء جميل جدا، اعتمد من اللي احنا بنعمله، ما غيرناش من عاداتنا، ما اشتريناش حاجه مش عايزينها عشان نبيع ولا اي حاجه، اشترينا من المواقع اللي احنا طول عمرنا عارفينها وبنتسوق منها وبيرجع لنا كاش باك. جميل، جميل جدا. نتكلم بقى على الجزء اللي هو كل الناس كمان داخله مركزه فيه، ازاي اعمل فلوس، ازاي ببني البيزنس بتاعي. النهارده يا جماعه دوبلي بتدينا فرصه ان احنا نعمل مشروعنا في جميع انحاء العالم. ازاي؟ هديكم مثال بسيط، انا عندي موبايل سامسونج، رحت لشركه سامسونج قلت لهم انا عايز ابقى وكيلكم في الامارات. قالوا لي اوكي يا محمد ما عندناش مشكله، بس احنا لينا شروط. ايه شروطكم؟ اولا روح اجر لك محل واعمل ديكوراتك واعمل تجهيزاتك عشان تليق باسم شركه سامسونج. جميل. النقطه الثانيه، بتمضي عقد بيننا وبينك انك بتكون وكيل لشركه سامسونج، وكل سنه بتدفع لنا مصاريف تجديد العضو الوكاله دي لانك بتشتغل تحت اسمنا وبندعم بتاعنا، صح؟ كمان النقطه الثالثه، انت كوكيل من سامسونج هتبيع ايه؟ هبيع منتجات سامسونج، يعني هبيع ايه؟ فانت كل سنه
بتروح تشتري بالجملة منتجات من سامسونج وتبيعهم بالقطاعي عشان تاخد الربح بتاعك. وكل سنة ليك تارجت ما ينفعش تنزل عليه. كل سنة مثلا بتشتري بضاعة مننا بحوالي 1,000,000 درهم، ما ينفعش سنة تيجي تقول هاخد بنص مليون. بعتها وزعتها استخدمتها، ده شغلك انت، لكن كل سنة بتاخد مننا التارجت ده. وكمان بتكون وكيل لسامسونج بس في المكان اللي انت فيه، ما بتكونش وكيل عالمي، ما تقدرش تبيع في مصر، في امريكا، في انجلترا، لا انت بتبيع بس في الامارات. صح الكلام؟ صح الكلام، لان ده مبدأ الوكالات في جميع انحاء العالم. النهارده بقى الخبر الجميل ان احنا دوبلي اديتنا فرصة ان احنا نكون وكلاء لدوبلي في جميع انحاء العالم. انت النهارده في الامارات، بكره في مصر، بعده في امريكا، تقدر تبني مشروعك لدوبلي، تقدر تكون وكيل لشركه دوبلي وتسوق موقع دوبلي مع ال 12,000 موقع اللي تحت دوبلي في جميع انحاء العالم. ازاي؟ ازاي اقدر ابقى وكيل؟ لان فرصه زي كده عشان اكون وكيل لشركه عالميه ممكن تكلفني الاف الدولارات ومئات الالاف اني اقدر اكون وكيل، لان في سامسونج هصرف كتير. حلو، جميل جدا. طيب احنا النهارده دوبلي بتدينا الفرصه ان احنا بقى نكون وكلاء في جميع انحاء العالم. ازاي؟ عن طريق طريقتين. اول طريقه حاجه اسمها باقه التيم ممبر. ايه باقه التيم ممبر دي؟ اول حاجه فيها ايه؟ فيها رخصه الوكاله، العقد اللي بينك وما بين دوبلي انك بقيت وكيل في دوبلي، انك تقدر تعمل تسويق عن دوبلي في جميع انحاء العالم، تقدر تعمل برزنتيشن زي ما انا بعمل دلوقتي، تقدر تستلم فلوس من دوبلي وعملات من دوبلي. والرخصه دي بتكلفك 99 دولار مره واحده في العمر، وكل سنه بتجدد الرخصه دي وبتجدد الموقع بتاعك وتعمل له صيانه بقيمه 39 دولار. البلاد اللي فيها وكيل محلي الرخصه دي بتبقى 124 دولار، زي هنا في الامارات، زي في السعوديه، زي في المغرب. اوكي، جميل. ده اول شرط، ايش كده بقى معايا عقد بيني وبين دوبلي. الشرط الثاني ان دوبلي بتقول لي يا محمد بتشتري بالجمله منتجات دوبلي. طيب ايه بقى منتجات دوبلي؟ انت من شويه قلت لنا ان دوبلي ما عندهاش منتجات، ان دوبلي عندها خدمه سيرفيس بتقدمها للناس. هو ده فعلا السيرفيس، الخدمه اللي بتقدمها دوبلي للناس عشان توفر فلوس، اللي هي العضويات الفي اي بي. دوبلي بتقول لك ده المنتج الوحيد اللي عندي في دوبلي. فانت بتشتري بالجمله 6 عضويات في اي بي بس، بتدفع حق 5 بس وبتاخد واحده مجانا ليك انت. هتعمل بيهم ايه؟ هقول لك هتعمل بيهم ايه، بس ابسط حاجه ان انت هتعمل تسويق للعضويات دي وتبيعهم. رقم 3 بتاخد حاجه 5 بقى، يبقى 5 عضويات في 99 ب 495. رقم 3 بتاخد حاجه اسمها اكاديميه دوبلي. ايه بقى اكاديميه دوبلي؟ دي 4 كورسات اونلاين من واحده من اكبر مؤسسات التدريب في امريكا اسمها بيج ال اكاديمي، متخصصين في الليدرشيب تريننج، في دورات التنميه البشريه، في القياده، في المهارات الشخصيه. كل كورس من الاربعه دول يا جماعه ب 250 دولار، يعني الاربعه دول ب 1000 دولار. بتخش تحضر الكورس اونلاين موجود عندك في حسابك في دوبلي، تخلص الكورس تطلع على الامتحان، تخلص ال4 امتحانات، تنجح تطبع الشهاده، تحط الشهاده بتاعتك في السي في بتاعك انك معاك 4 كورسات من بيج ال اكاديمي وما بتدفعش ولا مليم، لان دي هديه من دوبلي لجميع اعضاء دوبلي عشان نكون وكلاء محترفين لشركه. لو انا بصيت على الباقه دي كلها بكل اللي فيها تساوي كام؟ حوالي 1700 دولار. لكن انا بدفع كام؟ انا بدفع 99 دولار زائد 495 اللي هو 594 دولار، وبقيت عضو في دوبلي عشان ابدا البيزنس بتاعي في دوبلي. حلو؟ حلو، ده اول حاجه. دي اول باقه. الباقه الثانيه للناس الكبيره، الناس اللي عايزه تعمل بيزنس على تقيل، اللي ليها رؤيه كبيره، اسمها ايه؟ باقة البي بي اي، البارتنر بروجرام اكسلريتور، او الباقة الشاملة. والباقة دي اللي بتخليك تقدر تجيب شركات جوه دوبلي. هستفيد ايه؟ اوه، استفادة مهولة هنتكلم فيها دلوقتي.
بس الاول نشوف ايه اللي موجود جوه الباقه دي. الباقه دي موجود فيها رخصه الوكاله اللي بقيمه $99، باخدها مجانا ما بدفعش فيها اي حاجه. النقطه الثانيه، بدل ما بشتري 6 عضويات في اي بي، لان داخل اعمل بيزنس كبير، دوبلي بتقول يا محمد بتشتري 30 عضويه في اي بي بس بتدفع حق 25 وبتاخد 5 مجانا. جميل، يعني ادي $500 بونص في جيبي. وباخد برنامج مخصص للتعامل مع الشركات اسمه البي اس بي ريوردز اللي اتكلمنا عليه، من ضمن الشركات اللي تحت اومنتو ده، بقيمه $1000 باخده مجانا. وباخد اكاديميه دوبلي الاربع كورسات من بيج ال اكاديمي اللي ب$1000 باخدهم مجانا. وباخد صفحات جذب الزبائن، صفحات بدي اقدر انزلها على الفيسبوك، تويتر، انستجرام، اي حاجه تقدر تجيب لي متسوقين وتعمل لي دعايه عن دوبلي، واقدر بمساعدتها ابيع العضويات بتاعتي في جميع انحاء العالم، ده بقيمه $400 في السنه باخده مجانا. يعني انا لو بصيت على قيمه كل الحاجات اللي موجوده في الباقه دي بحوالي $5400، لكن الحلو اللي انا بدفع ايه؟ بس 25 عضويه في 99 ب$2475 بس. بس طبعا الناس اتخضت يقولوا لي $2500 بس. بس انت عارف الدولار بكام؟ في يمكن ناس تطلع من الويبينار دلوقتي المبلغ خضهم. انا هوريكم الفايده اللي ممكن ترجع لكم باذن الله من العضويه، من الباقه دي، ودي الباقه اللي انا شخصيا دخلت بيها دوبلي. وبعد كده انتوا قرروا هل المبلغ ده كبير ولا قليل. برنامج البي اس بي راورز اللي قدامكم ده بيعمل ايه؟ بيخلي الشركات اللي موجوده، اي شركه في العالم، تقدر تخش تشتري الموقع بتاع دوبلي وتشيل اللوجو بتاع دوبلي وتحط اللوجو بتاعها. بقى الشركه عندها الشوبينج مول، مول التسوق الالكتروني بتاعها. الشركة تقدر تستفيد من كل مشتريات الموظفين والعملاء اللي فيها. مثال، مثال عشان يبقى توضيحي. شايفين ده الموقع بتاع شركة دوبلي اهو، المحلات اهي، وادي دوبلي. بصوا كده على اللوجو بتاع دوبلي، بصوا اللوجو اللي جاي. جمعية المودة للتنمية الأسرية. جمعية خيرية في السعودية. اشترت الموقع بتاع الدوبلي، بتقدم خدمة لكل الناس اللي في الجمعية. يا جماعة خشوا تسوقوا وخدوا كاش باك من جميع أنحاء العالم. كل أعضاء الجمعية والناس تقول للناس، الجمعية عملت برنامج ولاء، برنامج مكافآت للناس اللي بيساهموا في الجمعية. طيب الجمعية بتستفيد إيه؟ لو فرضنا إن إحنا الجمعية عندها 10,000 متسوق مجاني تحت منها، وكل اشترت الموقع بتاع دوبلي، دخلت الجمعية، وزعت اللينك بتاعها، الناس بدأت تتسوق، يجي لهم كاش باك. عندنا 10,000 متسوق، كل واحد فيهم هيجي له $150 كاش باك في السنة. الجمعية يرجع لها 30% من ال 10 من ال 150، يعني $45. في 10,000 الجمعية يرجع لها $450,000 في السنة من ولا حاجة، من مجرد قالت للناس خشوا وفروا فلوس، وكلهم دخلوا مجانا فري. الشخص بقى اللي اقنع الجمعيه انها تخش بيستفيد ايه؟ بيستفيد 10% من الكاش باك بتاع كل الناس، يعني 10% من ال 150 يعني 15 في 10,000 يعني $150,000 في السنه من ناس انت ما تعرفهمش ولا عمرك شفتهم. انت اقنعت الشركه، ليك علاقات بالناس الكبار في الشركه، شرحت عليهم الموضوع، حبوا الموضوع، حب يبقى عندهم مصدر دخل تاني بدل ما الناس بس بتتبرع. لا كمان احنا مش عايزين تبرعات الناس، يا جماعه لو اللي مش عايز يتبرع خش تسوق اللي انت عايزه، احنا قبلنا هديتك منه لينا اللي هي 30% من الكاش باك. مين الشركات اللي تقدر تنضم للبرنامج ده؟ اي حد، اي شركات في العالم، شركات سياحية، بنوك، مؤسسات تعليمية، جامعات، مدارس، مطربين، مغنيين، ممثلين، ناس عندهم متابعين على النت، ناس عندهم قواعد داتابيز، شركات اتصالات، كل حد يقدر يخش في الموقع ده يعمل برنامج ولاء لعملائه أو لموظفينه ويستفيد. أدي دخل إضافي من غير ما يخسر أي حد. أعتقد على المبلغ ده بيبقى دخولنا دوبلي ب $2500 مش كتير. جوه الحساب بتاعك في دوبلي بتلاقي حاجات كتيره بتساعدك في التسويق،
صفحات جذب الزبائن، بروشورات، بانرات، برزنتيشنز. بس اهم حاجه يا جماعه في شغلنا في دوبلي التيم وورك، الناس كلها شغاله مع بعض، احنا كلنا بنساعد بعض وبنكبر وبننجح كلنا مع بعض، تمام. وكمان دي صفحات جذب الزبائن اللي بتخلينا نقدر نجيب متسوقين من جميع انحاء العالم. ودي الاربع كورسات بتوع بيج اكاديميه دوبلي بيج ال. شايفين ادي الشهاده يا جماعه بتاعت بيج ال، دي الشهاده بتاعتي ليدر شيب تريننج 1 2 3 4، ودول كمان ثلاث كورسات بتوع اللي هو البرنامج البي اس بي ريوردز اللي بقدر ادخل بيه اسجل بيه شركات تحت. جميل جميل جدا. طرق جني الارباح، ازاي بكسب في دوبلي؟ عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه بعمل قاعده متسوقين، النقطه الثانيه بجيب شركاء في العمل، النقطه الثالثه بسجل شركات ودي حصريا للبي بي اي. عندي 8 طرق من طرق الدخل، انا بشتغل على 2 بس والباقيين بيجوا اوتوماتيك، بيخشوا معانا اوتوماتيك. حلو؟ ازاي؟ اول طريقه فيهم قاعده متسوقين او منظومه متسوقين. النهارده دخولكم في دوبلي سواء تيم ممبر او بي بي اي ده قرار ليكم، دوبلي بتديكم اي دي، رقم. كل واحد فينا الرقم بتاعه يختلف عن الرقم الثاني. الرقم بتعمل بيه ايه؟ بتعمل بيه اللينك بتاعك، الرابط الشخصي بتاعك اللي هو ايه؟ دوبلي دوت كوم باك سلاش الرقم 1 2 3 4 5. بعمل بيه ايه الرابط ده؟ انشر ولك الاجر. انشر في كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعك، فيسبوك، تويتر، انستجرام، ابعت اس ام اس، اتكلم مع الناس، قول للناس كلها يا جماعه تحط بوست جميل كده. هنلاقي حاجات تساعدنا في دعم البوست. حلو، فرصة كبيرة، الأول فرصة في الإمارات، خش أول مرة في الإمارات، في السعودية، في أمريكا، أيا كان، خش تسوقوا من أكبر بوابة تسوق إلكترونية في العالم، وخدوا كاش باك يوصل لنسبة 30%. الكلمة السحرية، التسجيل مجانا، اضغط على اللينك مجانا. فالناس هتسألك محمد ده إيه؟ ده مجانا فعلا يا جماعة؟ مجانا، خش على اللينك. لو فرضنا ان انت عندك 500 واحد على الفيسبوك، تمام، وانت نشرت اللينك بتاعك ده، وهنفترض ان 20% منهم دخلوا مجانا، بداوا يتسوقوا، بدا يرجع لهم كاش باك، هيعملوا ايه؟ هيبداوا يتكلموا مع الناس، الحقوا ده في شركه بتدي فلوس ببلاش، خشوا تسوقوا، خدوا اللي انتوا عايزينه، وكمان الشركه هتديكم كاش باك. المية دول قعدوا ينشروا اللينك بتاعك، بعد شهرين ثلاثة بقى عندك ممكن 1000 متسوق، 4 5 شهور، سنة، بقى عندك 3000، سنتين مثلا بقى عندك 10000 متسوق. هل ضروري انك انت تعرف ال 10000 متسوق دول في جميع انحاء العالم؟ لا طبعا مش ضروري. دي قوة السوشيال ميديا، مواقع التواصل. طيب ال 10000 دول بيعملوا ايه؟ بيتسوقوا، يشتروا الحاجات اللي عايزينها من اكبر شركات في العالم مسجله تحت شركه دوبلي، وبياخدوا كاش باك، وانت بيرجع لك 20% من 20 ل 30% من الكاش باك الاساسي لجميع المتسوقين. ازاي؟ ناخد مثال توضيحي. تعرفوا طبعا كلنا نعرف موقع جروبون، واحد من اكبر وارخص مواقع التسوق موجود على النت. جروبون لو انت متسوق مجاني على جروبون بتاخد 12% كاش باك. طب انا هفترض يا جماعه اني بعمل تسوق على جروبون في السنه كلها بقيمه مشتريات بعمل ب 1000 دولار. انا اقول لكم مثال بسيط، انا في شهر رمضان اللي فات مشتري حاجات على جروبون في شهر رمضان بس بحوالي 500 دولار. ثلاث اربع مطاعم عاملين افطارات، واشترينا شويه حاجات، ومعرفش كام حاجه اشتريناها، وكيكه وسفاري ومعرفش ايه، حوالي 500 دولار في شهر. احنا هنفترض ان انا هعمل مشتريات في السنه كلها بقيمه 1000 دولار. شباب الصوت ممكن نشيك على الصوت؟ في ناس بتقول الصوت مش واضح. الصوت واضح يا جماعه عندكم ولا لا؟ ممكن لو الصوت واضح نبعت رقم 1. الصوت واضح، الصوت واضح. طيب اوكي خلاص تمام، اوكي شكرا شكرا شكرا، تمام.
اللي الصوت عنده مش واضح ممكن يغير المكان او يطلع من الويبينار ويخش تاني. جميل. احنا قلنا جروب هعمل مشتريات في السنه انا مثلا بقيمه $1000 وانا متسوق ايه مجاني فري، وجروب ده في كل حاجه، في رحلات، في فنادق، في اكل، في حاجات ترفيهيه، كل في هدوم، في لبس، في نظارات، في كل ما تتخيله. لو انا بشتري $1000 وانا متسوق مجاني في السنه رجع لي كام كاش باك؟ 12% يعني $120. انا رحت لنهاد مراتي وقلت لها شكرا، ده اللينك اللي انت اديتهوني ده وفر لنا $120 في السنه. قالت لي لا بقى خلي بالك من حاجه، خلي بالك من ايه؟ انا رجع لي 20% من الكاش باك بتاعك يعني $24، عشان بس هي ورثني ازاي اتسوق بطريقه صحيحه، رجع لها $24 من تسوقي. لو فرضنا بقى يا جماعه ان انت في شغلك في خلال دوبلي في خلال سنه او سنتين جه بقى تحت منك 500 متسوق، مش هنقول 5000 ولا حاجه، 500 متسوق، وكل واحد فيهم هيعمل مشتريات في السنه بقيمه $1000 في السنه، اللي هم تذكره طيران واحده، $1000 اللي هي ثمن موبايل. في ناس بتصرف $1000 دول في الشهر ويمكن اكتر. احنا هنفترض الناس كلها بتصرف $1000 مشتريات اونلاين في السنه، وكل واحد فيهم هيرجع له كاش باك 5%، مش 12%، لا 5%، يعني $50، وانت هيرجع لك 20% منهم يعني $10. في 500 شخص رجع لك $5000 في السنه من ايه؟ من مشتريات الناس بيوفروا مبسوطين، وانت بيرجع لك 1500 درهم شهريا من اللي بيعملوه الناس. وانت وشطارتك ال 500 دول يبقوا 5000، 50000 و500000، على قد ما ربنا يقدرك. كل ما زودت عدد المتسوقين كل ما زادت النسب باذن الله. اوكي؟ ده اول طريقه. الطريقه الثانيه بعمل فريق. فريق ايه؟ بعمل فريق من المتسوقين. ازاي؟ فريق من المتسوقين. انا النهارده دخلت بدات انشر اللينك بتاعي، جه تحت مني المتسوقين بتوعي بياخدوا كاش باك، وانا بيرجع لي من 20 ل 30% من الكاش باك الاساسي بتاعهم. جميل؟ جميل جدا. هل انا اعرف جميع المتسوقين في جميع انحاء العالم؟ لا طبعا، بس انا عندي اصحابي، واصحابي دول يعرفوا متسوقين، فاحنا عشان نبدا نعمل بيزنس لازم اعمل فريق من المتسوقين. فعلى الاقل بيكون معايا دراعين، دراع يمين ودراع شمال، ناس تبدا معايا الشغل. فبيكون عندي واحد من اصحابي يمين او اخواتي يمين وواحد شمال، وكل واحد فيهم بيجيب لي المتسوقين بتوعه. واحنا عشان تيم وورك، الناس بتشتغل مع بعض، فالاثنين هنساعد الاثنين دول ان كل واحد فيهم يقدر يبدا يكبر المتسوقين بتوعه، ويكبر يجيب اعضاء تحت منه، ويكبر الفريق، عشان يبقى عندي جيش من المتسوقين في جميع انحاء العالم. لان ده الغرض الرئيسي بتاعنا في دبي، المتسوقين. طيب انا باخد من 20 ل 30% من المتسوقين المباشرين بتوعي. طب الغير مباشرين، الناس دي كلها باخد منهم حاجه؟ ايوه، باخد من 5 ل 27.5% من الكاش باك بتاعهم على حسب الرتبه بتاعتي، وهشرح الرتب دي بعد شويه. يعني اي شخص تحت مني بيرجع له كاش باك، انا بيرجع لي نسبه من الكاش باك بتاعه. طيب انا لا ليا في المتسوله، ما عنديش اصحاب، وما بعرفش، هو ماليش في النت، وماليش في الفيسبوك، وقاعد في حالي في بيتي كمشان، ما بعملش حاجه. طب اجيب متسوقين ازاي؟ دوبلي بتجيب لك متسوقين. دوبلي عامله حملات دعايه عن دوبلي في اكبر 5 بلاد في العالم، في امريكا، في انجلترا، في كندا، في المانيا، في الدنمارك. اوكي؟ 5 بلاد في العالم، دوبلي عملت حمله دعايه عن دوبلي، وعامله باقات تسوق للاعضاء اللي عايزين يشاركوا في حمله الدعايه دي، كل باقه بقيمه $600. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان دوبلي بتعمل حمله دعايه على الفيسبوك، بتستهدف الناس اللي بيهتموا بالجيمز، بالفاشن والبيوتي، بالسياحه والسفر، بالاكل، تبعت لهم صفحات جذب زبائن، فيديوهات تشجعهم ان هم يخشوا كمتسوقين في دوبلي سواء فري او في اي بي. حمله الدعايه دي يا جماعه بتقعد 3 شهور. حلو؟ في نهايه الـ3 شهور دول
دوبلي بتشوف في كم متسوق سجل تحت دوبلي في جميع انحاء الخمس بلاد دول، ممكن مليون، 2 مليون، 3 مليون، وكم عضو شارك في حمله التسوق، مثلا 10,000، 20,000، 30,000. تروح دوبلي مقسمه 3 مليون على ال 30,000، يبقى كل واحد جاله 100 متسوق تحت منه، هو ما يعرفهمش وهم ما يعرفكش. دوبلي قالت لك عشان انت شاركت في الحمله وعشان انت عايز يكون عندك متسوقين من البلاد دي، انا جبت لك المتسوقين، اتفضل حطيتهم تحت منك، انت بيرجع لك من 20 ل 30% من الكاش باك بتاعهم. يعني حتى انا ما اعرفش اجيب متسوقين، دوبلي جابت لي متسوقين. جميل، جميل جدا. طب ده جزء ان انا ازاي بعمل قاعدة متسوقين. نتكلم بقى على الجزء ان كده ازاي بجيب اعضاء تحت مني. احنا كده متسوقين سواء فري او في اي بي. النهاردة لما بجيب اعضاء تحت مني، ناس بدأت اشرح لهم عن دوبلي واهتموا ان يخشوا يبنوا البيزنس بتاعهم. عندي اتنين اخواتي، احمد ومصطفى، تمام، شرحت لهم الموضوع، راح مصطفى قال لي يا محمد انا هخش معاك تيم ممبر. دخل مصطفى تيم ممبر، الباقه اللي هي التيم ممبر الباقه اللي هي حوالي 600 دولار. اول ما بيخش تيم ممبر، دوبلي بتديني بونص فوري 45 دولار اون سبوت فورا. احمد قال لي لا انا هخش باقه البي بي اي، الباقه الكبيره. مجرد ما سجلت احمد بي بي اي، دوبلي ادتني 225 دولار بونص فوري. دوبلي بتقول لي محمد باذن الله لما تجيب 3 تيم ممبر تحت منك هتاخد على كل واحد 45 دولار، او 3 بي بي اي هتاخد على كل واحد 225 دولار، او خليط ما بين بي بي اي وتيم ممبر، بس في خلال 30 يوم من تاريخ تسجيل اول شخص دوبلي بتديك كمان دبل بونص. يعني بدل ما هاخد بس 135 دولار هاخد فوقيهم كمان 150 دولار، بدل ما هاخد 675 دولار هاخد فوقيهم كمان 750 دولار. ودي الحد الاقصى فيها 30 يوم، لكن ممكن اعملها كل يوم، كل يوم اجيب 3، كل يوم اخد دبل بونص، مفيش ليميت. في اليوم الواحد جبت 10 تلاتات، 10 مجموعات، كل مجموعه 3، هاخد 10 مرات دبل بونص، مفيش اي ليميت، مفتوحه. حلو الكلام، كلام جميل. عندنا حاجه كمان جميله جدا اسمها ارباح خطه التوازن، او اللي احنا بنقول عليه البونص الاسبوعي. انا قلت لكم يا جماعه انا شغال في مصنع هنا في ابو ظبي، تمام، والناس اللي شغاله في مصانع في مصر، في الامارات، في اي حته، في عندنا نظام البونص، البونص السنوي، ان احنا اذا حققنا ارباحنا اخر السنه الشركه تقول لك بنديكوا شهر من الاساسي بونص. معظم الشركات دلوقتي مش عايزين يدفعوا، بيقول لك ما حققناش فبون ما فيش بونص. لكن دوبلي بقى بتدينا ايه؟ بتدينا بونص اسبوعي من اللي بنعمله احنا والفرق بتاعتنا. ازاي؟ احنا قلنا ان احنا عشان نبدا الشغل بتاعنا في دوبلي عايزين على الاقل شخصين معانا، واحد يمين وواحد في الشمال، واحنا بنساعدهم عشان يبداوا يكونوا الفرق بتاعتهم. في ناس بتخش معانا تيم ممبر، ناس بتخش معانا بي بي اي، على حسب كل واحد ورؤيته وعايز يستفيد ايه من دوبلي. حلو، جميل. دوبلي بتيجي كل يوم اثنين، نحسب كم نقطه في الناحيه اليمين وكم نقطه في الناحيه الشمال. يعني ايه نقطه؟ يعني انا لما بسجل انا او اي حد في الفريق بتاعي تيم ممبر تحت مني، دوبلي بتديني 450 نقطه تعادل 450 دولار، النقطه بدولار. لما بسجل بي بي اي بينزل لي 2250 نقطه او 2250 دولار. لما كده بشوف كم نقطه في الناحيه اليمين، كم نقطة في الشمال؟ لقينا هنا 18,000 هنا 21,600. فدوبلي بتقول لي مبروك يا محمد، الأسبوع ده خدت 10% من الناحية القليلة، يعني خدت 10% من ال 18,000، خدت 1800 دولار. يا جماعة الصوت، نشيك على الصوت تاني بعد إذنكم. ممكن نشيك على الصوت تاني، في ناس بتقول ما عندهاش صوت. تيست بسيط، الصوت واصل تمام. طيب اختي اسماء، الصوت عندك انت اللي فيه مشكله. اوكي يا جماعه، فبناخد 10% من الناحيه القليله اللي هي 1800 دولار، والباقي بيترحل للاسبوع اللي بعده.
الباقي اللي هو ايه؟ بشيل 18000 يمين مع 18000 شمال، هنا بقى زيرو، هنا بقى 3600. ال 3600 دول يترحلوا للاسبوع اللي بعده، ابدا احسب عليهم وازود عليهم. الخطه دي يا جماعه الوحيده اللي في دوبلي اللي عندها حد اقصى 25000 دولار في الاسبوع، يعني 100000 دولار في الشهر. ما اعتقدش انه مبلغ قليل يستاهل ان احنا لازم نشتغل عليه بايدينا واسنان. عندنا حاجه كمان جميله جدا، ودي فايده التيم وورك، حوافز التسجيلات المباشره. انا اهو وتحت مني 6 اشخاص مباشرين، وانا ساعدت الناس دي، وانا بقيت باخد بونص اسبوعي، والناس دي كمان بدأ ساعدتها عشان تكبر فرقها وتاخد بونص اسبوعي. بس انا بما اني انا الليدر بتاع الناس دي، فبيجي لي 20% من البونص الاسبوعي بتاعهم من غير ما ينقص البونص الاسبوعي بتاعهم اي حاجه. يعني احمد تحت مني جالي 1000 دولار، يرجع لي منه 200 من غير ما ينقص ال 1000 حاجه. طب دول المباشرين، الغير مباشرين الناس دي كلها بيرجع لي منهم حاجه؟ ايوه، بيرجع لي فيها من 5 ل 10% من الدخل بتاع البونص الاسبوعي بتاع الناس دي كلها على حسب رتبتي، ولغايه 4 اجيال. دي شفتوا خطط الدخل ازاي كله بيشتغل اوتوماتيك، مجرد انا جبت متسوقين او بدات اجيب اعضاء معايا، وده كله بيجي اوتوماتيك. وطبعا الحاجات دي كلها يا جماعه بنشرحها في التفصيل في التدريبات، فما تقلقوش، انا عارف ان هي معلومات كتيره، بس كل ده بيتفصص واحده واحده. طيب ايه موضوع الرتب؟ الرتب هنا بنقول ريزلتس توك، نتائجك هي اللي بتتكلم، مجهودك اللي بيتكلم، مش واسطتك اللي بتتكلم. انت النهارده دخلت دوبلي تيم ممبر، جبت 3 تيم ممبر تحت منك، اترقيت بقيت تيم ليدر، دخلت بي بي ايه بتخش تيم ليدر على طول. ساعدت الثلاثة تيم ممبر تحت منك ان يبقوا 3 تيم ليدر، بتترقى تبقى تيم كوردينيتور. 3 تيم كوردينيتور تحت منك بتبقى سيلز دايركتور، 5 سيلز دايركتور تحت منك بتبقى فايس بريزيدنت، 5 فايس بريزيدنت تحت منك بتبقى سينيور فايس بريزيدنت، ودي اعلى رتبه عندنا في دبلي. كل ما عليت في الرتب كل ما زادت نسب البونص والكوميشن والعمولات اللي بتاخدها. بس مجرد ما وصلت يا جماعه رتبه فايس بريزيدنت واعلى، بتخش في حاجه تانية خالص، بتخش في نادي دبلي الحصري للرؤساء، البريزيدنت كلاب. دوبلي بتديك مكافأة ان انت لما بتكون فايس بريزيدنت او اعلى ويكون دخلك السنوي 100000 دولار او اعلى، دوبلي بتديك 20% اسهم في اومنتو. بتكون شير هولدرز، بتكون واحد من ملاك اسهم الشركة. ودي الخطة اللي ليك ولولادك والاحفادك، انك من دخلك دوبلي كمان بتكافئك. وكل الليدرز بتوعنا اللي وصلوا فايس بريزيدنت وسينيور فايس بريزيدنت، بعد العيد الصغير دوبلي خدتهم اسبوع كامل في المالديف، مع اجتماعات وتريننج وفسحه مع مستر مايكل هانسون، بيتكلموا في الاستراتيجيه بتاعه الشركه وكل اللي هيتحمل في الشركه ان شاء الله. فشفتوا شركه بتدلع الناس بتاعها اكتر من كده؟ رايحين المالديف وبيديهم اسهم وعامل لهم كل حاجه، بس اشتغلوا وصلوا فايس بريزيدنت، وكلنا نقدر نوصل لها باذن الله. وكمان عشان احنا بنقول احنا الشغل الاساسي بتاعنا الشوبينج، الناس الاعضاء الفي اي بي والفري اللي بيخشوا معانا، كل رتبه من الرتب يا جماعه ليها عدد نقاط معينه، اللي هي عدد عضويات في اي بي معينه لازم تكون متفعله تحت منها، وبنشرحها بالتفصيل في التدريبات ان شاء الله. طيب السؤال اللي كل الناس بتساله، ازاي ارجع فلوسي؟ انت دلوقتي هتدخلنا مشروع هندفع 600 دولار او 2500 دولار، ايوه، ارجع فلوسي ازاي؟ طبعا الناس عندها حق في السؤال، ازاي ارجع راس المال؟ كل واحد بيخش مشروع لازم يشوف ازاي يستعيد راس المال. بس ايه هو بقى راس المال عندنا في دبي؟ هل هو ال 600 دولار؟ انتوا تعتقدوا كده؟ انا ما اعتقدش. راس المال اللي احنا بنعمله كلنا دلوقتي، بنستثمر وقتنا، بنتعلم حاجات جديدة، بنتعلم صناعة جديدة، بنستثمر مجهودنا، بنستثمر معارفنا في جميع أنحاء العالم. احنا ما شاء الله علينا أبطال العالم كعرب في ضياع الوقت. يا سلام ناخد مش الميدالية الذهبية، الميدالية الألماسية، الدايمون، عشان نعرف نضيع وقتنا صح، لكن نستفيد بوقتنا نعمل مشروع كويس؟ لا.
اروح اتفرج على برشلونه وريال مدريد، اروح على القهوه شايش، لكن استفيد واتعلم واخش في صناعه بتنتشر وبتكبر في جميع انحاء العالم، لا مش فاضي. احنا النهارده بنستثمر وقتنا الاستثمار الحقيقي. لكن مع احترامي للناس اللي بتقول ال 600 دولار هم راس المال، وريهم لي هوريك ازاي ترجع فلوسك. انت عندك 6 عضويات في اي بي اللي احنا قلنا عليهم في الاول، بيعهم لستة من اصحابك رجعت فلوسك. وانتوا شفتوا قد ايه فايده العضويات الفي اي بي، بتساعد انك توفر الاف الدولارات في السنه. 99 دولار في 5 504 في 6 594، رجعت فلوسك صح. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، سجل 6 اشخاص مباشرين تحت منك في خلال شهرين. 3 اول شهر خدت دبل بونص، 3 ثاني شهر خدت دبل بونص، خدت 120 دولار من النظام الثنائي، رجع لي 690 دولار. او زي ما احنا بنعمل، ببيع انا العضويات وبسجل اشخاص. أسوأ الاحتمالات، لازم نحسب انك ما عملتش اي حاجه، انك لا بتعرف تبيع عضويات ولا بتعرف تسجل اشخاص، قاعد ما بتعملش اي حاجه. ترجع فلوسك ازاي؟ اديهم هدايا، داخلين على عيد، مناسبات. النبي عليه الصلاه والسلام قبل الهديه، تهادوا تحبوا، اديهم هدايا لاصحابك اللي بيتسوقوا اونلاين كتير، اللي انت عارف. هديه دي هديه من اخوكم ب 99 دولار عضويه سنويه، خشوا اتسوقوا خدوا كاش باك، شوفوا هيطلع لكم الكارت بتاع فيزا دبلي، خشوا شوفوا ادي المواقع كلها، 10 دقائق تقعد تشرح لهم الموضوع، هتلاقيهم مش هيشتروا، ده هيجروا وراك، كل واحد عايز عضويتين ثلاثه. ففي أسوأ الاحتمالات لو اديتهم هدايا، الناس دول مسجلين متسوقين تحت منك، بيرجع لك من 20 ل 30% من الكاش باك بتاعهم. يعني انت كسبان في كل الحالات. وفلوسك رجعت لك، طلعت من الناحيه اليمين، رجعت في الناحيه الشمال دي. تمام يا جماعه؟ تمام جدا. احنا كده تقريبا خلصنا، عندنا مثال بسيط يوضح ان احنا في أسوأ احتمالات شغلنا في دبلي ممكن نعمل ايه. النهارده انتوا شفتوا الموضوع جميل جدا، والموضوع فرصه بيزنس حقيقيه. هسالكم سؤال، ياخد منكم وقت قد ايه انكم تعزموا 2 اخواتكم اصحابكم يحضروا معانا الويبينار، يقعدوا مع الليدر بتاعكم يعمل لهم برزنتيشن، ويسجلوا كاعضاء تحت منكم، وانتم شايفين الفرصه الشغل جميله ازاي. ياخد معانا وقت قد ايه؟ مثلا اسبوع عشان نجيب 2 تحت مننا، اسبوع كويس يا جماعه، ولا اقول لكم هنجيب 1 كل اسبوع، هنخليها اسبوعين. حلو، يبقى انا جبت 1 في اول اسبوع و1 في ثاني اسبوع، ولا خلينا ماشيين زي السلحفه، هجيب 2 مش في اسبوعين، في 4 اسابيع، كل واحد هجيبه في اسبوعين. يعني انا ماشي بخطه اسمها قوه التضاعف، او احنا بنقول عليها خطه السلحفه. انا هو محمد بجبت 1 يمين و1 شمال في شهر كامل 4 اسابيع، وبعدين عملت بيات شتوي ولا بيات صيفي تبع السلحفه، ونمت وكسلت ورجعت ريما لعادتها القديمه، اضيع الوقت بتاعي. بس انا علمت الاثنين اللي انا جبتهم دول حاجه واحده، قلت لهم يا جماعه عشان تبداوا تضيعوا وقتكم تاني زينا، كل واحد فيكم يجيب 2 تحت منه في خلال شهر وبس، وتعالوا ناموا. كل واحد يجيب 2 في شهر وتنام، كل واحد يجيب 2 في شهر وينام. فعلى الناحية اليمين 1 جاب 2 4 8 16، بعد 12 شهر سنة، لو انت جمعت الاشخاص على الناحية اليمين كام شخص وعلى الناحية الشمال كام شخص، هتلاقي 4095 واحد يمين و4095 واحد شمال، يعني 8190 شخص. البونص الاسبوعي بس على مدار 12 شهر من الخطة دي 4095 شخص في 450 نقطة، في 10% الناحية القليلة والناحيتين المتساويتين، رجع لي 184 ألف دولار في السنة، حوالي 700 ألف درهم من خطة السلحفة. بجيب 2 وانام، 2 وينام، 2 وينام. شفتوا حاجة زي كده قبل كده؟ طبعا الناس قاعدة مش مصدقة، تقول لي انت بتضحك علينا.
It's too good to be true. لا انت كنت مكان كل الناس عملتها. انتوا صح. الرقم ده رغم انه اتحقق مع ناس كتير لكن مش كل الناس بتعمله. والخطة اللي قدامنا دي رغم انها حسابيا ونظريا صحيحة 100% لكن واقعيا ما بتحصلش. لسبب بسيط. ان احنا بنتعامل مع بني ادمين. مع بشر. في ناس بتخش وصوابعك مش زي بعضها. في ناس بتخش الشغل ده بيزنس. مش بيجيب شخصين. بيجيب 2000. وفي ناس فاكرة الموضوع ده يا نصيب. النهاردة هخش بكرة حنده على اسم كسبت المليون. لا. في ناس فاكرة ان النهاردة هنقعد ندعي يا رب ابعت لنا الناس السماء تتفتح وتنزل عليه فلوس. لا. ده شغل. بتشتغل بتلاقي. ما بتشتغلش مش هتلاقي. بمنتهى البساطة. لو انت فاكر انك هتخش وتنام. لا يبقى ما تخشش. يبقى ما تخشش الصناعة دي مش ليك. البيزنس ده مش ليك. خليك في المنطقة بتاعتك اللي انت بتضيع فيها وقت. وسيب الشغل للناس اللي بتشتغل. طيب احنا قلنا الخطة دي منطقيا ما بتتحققش. بالصورة المثالية. عايزين حاجة منطقية. الخطة دي يا جماعة تنجح بنسبة كام في المية؟ لو انا قلت لكم تنجح بنسبة 50% توافقوا؟ ولا خلينا نقول ان اي بيزنس بنفتحه في العالم نسبة نجاحه من 20-30%. فلو قلت لكم الخطة دي تنجح بنسبة 20% كويس؟ اعتقد كويس. لا خلينا نبقى 10%. 5%. في خطة بتنجح النهاردة هتفتح بيزنس. هتروح تفتح مطعم. اقول لك ايه رأيك هتفتح مطعم وتكسب 1%. هتقول لي ايه؟ تقول لي امشي اطلع برة. لان ما يستاهلش ان انا افكر في مشروع اكسب فيه 1%. ده بس التفكير هيبقى اكتر من 1%. صح. طب خلونا نشوف على 1% نعمل ايه. النهاردة لما بعمل اي بيزنس ليا هل باجي بعد 2-3 شهر فين الفلوس فين الارباح؟ لا طبعا. اي بيزنس عشان تعمله محتاج لك 2-3 سنين عشان يقف على رجله. فاحنا النهاردة هنعمل مشروع لمدة 3 سنين. لو الخطة ناجحة بنسبة 100% يبقى 4095 شخص يمين و 4095 شخص شمال. صح. لا انا قلت لكم 1%. النهاردة في 50% كاش باك. ديسكاونت 50%. لا نسبة نجاح 0.5%. او في ناس كتيرة بتحب تسمعها بالاسلوب ده نسبة فشل 99.5%. ونشوف بعد 3 سنين تعمل ايه. اضرب كده 0.5% في 4095. يبقى اول سنة جه تحت منك 21 شخص يمين و 21 شخص شمال. مش بدل يعني 42 شخص بدل 8190. والناس دي كلها مش مباشرة تحت منك. تحت منك انت وفريقك. البونص الاسبوعي على مدار سنة 21 في 450 في 10% طلع لي حوالي $1000. جميل. جميل. دخلت صرفت 600 رجع لي 1000. انا كده مبسوط. تاني سنة نفس الموضوع. كل واحد من 21 دول هينزل تحت منه 21. بس مش 21 يمين و 21 شمال. 21 توتال يعني 10 يمين و 11 شمال. فالنسبة نزلت من 0.5% ل 0.25%. 21 في 21 441 يمين 441 شمال. 441 في 450 في 10% حوالي $20,000. آخر سنة كل واحد من 401 طبعا عايز تكمل بعد كده احنا معاك. كل واحد من 441 هينزل تحت منه 21. 9261 يمين وشمال البونص بتاعهم $416,000. اجمع الثلاث سنين دول يديك $437,000 بعد ثلاث سنين. يعني حوالي 1,600,000 درهم. ايه المشروع اللي تعرفوه في اي مكان في العالم يجيب لكم 1.5 مليون درهم بعد 3 سنين واحنا كلنا هنروح معاكم باستثناء يكون دوبلي طبعا. مش هتلاقوا. لان اللي احنا بنتكلم عليه ده قوة التجارة الالكترونية. لان زي ما بنقول دوبلي كانت out of box idea. فكرة خارج حدود الصندوق. فكرة غير منطقية. جمعت ما بين التجارة الالكترونية
والبيع المباشر وشبكات التسويق في أقوى شبكة في العالم دلوقتي بإذن الله. الحلو يا جماعة إن إحنا دوبلي دخلت الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا كان في مارس 2015، يعني إحنا لسه في البداية. دوبلي من 2003 في أمريكا، ودي لحظة إطلاق مستر مايكل هانسون جرس الناسداك، دول السينيور فايس بريزيدنت اللي عندنا في الشركة. وهنا كان المؤتمر بتاع مارس 2015. فإحنا النهاردة في الشركة الصح في الوقت الصح، والدنيا بتتطور كل يوم، ودوبلي عندها سفينة فضاء إنها تكبر، فلازم كلنا نحجز مكان فيها. دوبلي كمان عملنا حاجة جميلة، عملنا عرض الصيف شهر 7 شهر 8 شهر 9، شهر 8 احنا لسه فيه وشهر 9. كل ما بتجمع بتسجل على الأقل 5 أشخاص مباشرين تحت منك بمجموع اشتراكات 1200 دولار، دوبلي بتديك مجموع اشتراكات آسف 5000 دولار، دوبلي بتديك 1200 دولار بونص كاش. في أحسن من كده؟ دوبلي بتقول لك يلا اشتغل وريني همتك وخد بونص. فالنهاردة يا جماعة دي فرصة حقيقية قدام عينين كل واحد فينا. خلينا أسألكم سؤال، إيه البيزنس أو المشروع اللي تعرفوه في الدنيا تقدر تفتحوه ب600 دولار؟ مفيش. ده انت لو عايز تفتح محل بقالة صغير، محل صغير كشك كده، مش عايز لك 600 دولار، عايز لك 60,000 دولار. ايه البيزنس اللي يجيب لكم العائد ده من استثمار مجاني بعد 3 سنين يكون عندك على الاقل 1.5 مليون درهم؟ النهاردة ده وقتكم، ونصيحة من اخوكم، ما تعيشوش حياتكم كلها جماعة رد فعل، ما تستنوش الدنيا تديكم على دماغكم وده يقول لك تعمل ايه ودي تقول لك تروح فين، وتعتمد على اراء الناس وتعتمد كل واحد بيقول لك ايه، وتستنى لا قدر الله لما الدنيا كلها تنزل على دماغك وبعد كده تبدا تتحرك. خد خطوه في حياتك، غير، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. احنا كلنا محتاجين مصدر دخل تاني، كل واحد فينا محتاج مصدر دخل تاني. مفيش ضمانات، انت النهاردة شغاله زي الفل، بكرة قرار 50% تخفيض مرتبات، بكرة قرار تخفيض عمالة بنسبة 50% 20%. شكرا محمد، فرصة سعيدة، مكافأة نهاية خدمتك. ايه الضمانات في اي مكان في العالم؟ مفيش ضمانات. فلو انت ما عندكش باك اب بلان، او زي ما بيقولوا الاجانب بلان بي، حاجة تسندك، هتقع، لان في ناس كتيرة وقعت وما فيش حاجة سندها، وفي ناس كان عندهم خطة احتياطية سندتهم. ما بقولكش ان دوبلي هي الفرصة الوحيدة اللي موجودة في العالم، في فرص كتيرة، لكن دوبلي هي احسن فرصة موجودة في العالم، في العالم حاليا. وفي مثل بيتقال بيقولك خد الفرصة واندم، لكن ما تسيبهاش وتندم. لقيت فرصة قدام عينيك خدتها، ايه اقصى حالات الندم؟ اقصى حالات الندم ان انت ما اشتغلتش، انك ما عملتش اي حاجة، انك نمت في البيت، دفعت 600 دولار ونمت. هتزعل على 600 دولار قد ايه؟ موبايل وقع في الارض اتكسر، هتروح بكرة تجيب موبايل، الموبايل ب600 دولار صح؟ هتروح بكرة تجيب موبايل، زعلت عليه يوم اتنين تلاتة وبعد كده خلاص نسيت. لكن تخيل بقى الندم الرهيب لما تكون الشخص اللي عزمك على الموضوع ده واشتغل عليه وانت ما دخلتش، وبعد سنة ولا سنتين لقيته في وضع تاني ما تحلمش انت بيه، وهيقول لك انا قلت لك في الاول تعال حط ايدك في ايدي ونشتغل وانت اللي رفضت عشان انت خايف انك تتغير. التفكير الايجابي للناس، الناس البوزيتيف بيكونوا بيجهزين لأي نيو اكسبيرينس، أي تجربة جديدة، والناس النيجاتيف السلبيين خايفين، قاعدين في المنطقة الكومفورت زون، المنطقة الآمنة اللي بالنسبة لهم. كل واحد الكومفورت زون بتاعته أو المنطقة الآمنة جميلة جدا وحلوة جدا، لكن ما فيش حاجة فيها بتحصل، لا بتتقدم ولا بتتأخر، بالعكس هيجي لك وقت وتاخد على دماغك لو ما تغيرتش.
نصيحة من أخوكم، ابدأوا النهاردة اتواصلوا مع الشخص اللي عزمكم على الويبينار. أول حاجة قولوا له شكرا، سواء دخلته أو ما دخلتوش، ده قراركم أنتوا، إحنا ما بنجبرش حد إنه يخش معانا، لكن إحنا بنعرض لكم فرصة حقيقية غيرت حياة ناس كتيرة وأنا واحد منهم. تقولوا له شكرا إنك قدمت لنا الفرصة دي، وأنا أتوقع إنك تقولوا له يلا ورونا نبدأ معاكم إزاي، ونحط إيدينا في إيديكم إزاي، ونحقق نجاح لينا كويس. أنا متشكر جدا لوجودكم معايا. أنا دلوقتي إن شاء الله هنفتح باب الأسئلة لأي حد عنده أي استفسار أي سؤال. متشكر لوجودكم ولحضوركم معايا، وكان معاكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة. كتر ألف خيركم، سلام عليكم.